كنت تحدث لنا على هذا الكتاب تاع البصائر. نعم. شنو لما كيتكلم هذا الكتاب؟ هذا كيتكلم كما قلت لك لا يخرج عن الدائره الاسلاميه، داخل الدائره الاسلاميه، وحاول نتعرض للمسائل اللي تعرضت للهدم، مسائل اللي ما تنسات او مسائل هي اللي عولت عليها بزاف وذكرتها بزاف، والمسائل اللي اضيفت الى الاسلام وليست من الاسلام في شيء، اكثرها تعرضت لها بزاف. إذا حاولت أن نأتي بأشياء جديدة، وكل على أن تكون الأصل ديالها في القرآن وفي الحديث الصحيح تاع النبي صلى الله عليه وسلم. هاد ما عمرك خلي صرت شاركت في المعارض تاع الكتاب التنبيضات؟ لا، لأول مرة. ما شاركش في معارض هنا ولا؟ لا 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 علم لي بهذا الشيء كله نهائيا. كاين في هذه الايام ربما غادي يكون واحد المعارض في نادي رحاب منظمته وزاره الثقافه مع اتحاد كتاب المغرب مع نادي رحاب، وكيطلبوا كاع المؤلفين اللي عنده شي كتاب ولا يعرضوا تما، يعرضوا الكتب ديالهم تما. نعم. لا علم لي بهذا، اذا كان شي حاجه مستعد نشارك فيها ان شاء الله. لا، ولكن هذا ما عندي اخبار عليه كاع نهائيا. هذا انا على كل حال بصفه عامه يعني منزوي على نفسي، ما عنديش اتصال بالخارج. علاش؟ الا كبرت وكبرت ومن الصغر ديالي هذه هي طبيعه ديالي، غير المهنه ديالي الدار، المهنه ديالي الدار، ما عندها المسائل الاجنبيه كاع ما كتعمرش مخي. عندك اولاد اخي؟ عندي اولاد، عندي 8 تاع الاولاد. تبارك الله. 8؟ نعم، 5 ذكور وثلاثه اناث، والذكور فيهم ثلاثة ديال الدكاترة، الدكتور بالخادر جمال رئيس مستشفى ابن سينا الرباط، والدكتور رشيد أستاذ في المحمدية رئيس قسم المحمدية للمهندسين، والدكتور الثالث راه طبيب الأسنان في طنجة، وعندي في الإناث ثلاثة في الدكتورة راه في القنيطرة يقولوا الدكتورة بالخادر بوشرة، وعندي جوج نتاع المهندسين، مهندسه الدكتور السيده سلوى في وزاره الاشغال العموميه، ومهندس اخر بالخضير ياسين حر بن مسلم تبع البناءات. تبارك الله. عائله غير تاع العلماء وكان ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. لا ان شاء الله تعالى، الله يسر الله تعالى امور. واش نقول لك؟ ولادي انا حزمت معهم واحد الخلل النظام، الله تعالى يلهمني. كنت نقابلهم ليهم صباح مساء دائما. كيقول لك الفرع من الاصل. انا اي والله يجزيك بخير، الله يجزيك بخير. انا نفسي ما بديتش الدراسه نهائيا الا 1982. قلت لها غير مع المعلمين، هي جريه مع المعلمين في العربيه في السكاره في اي مكان. نحاول. في 1982 وقعت لي واحد المشكله بسيطه، نزيد ما عليهاش. معليش. وقعت لي مشكله بسيطه، واحد المعلم في بركان مشيت عندي فتشت جبرت هالك التلاميذ نهائيا، ما كنقريو والو نهائيا، وانا كان عاطيني الله تعالى واحد الروح. تقدمت التلاميذ ندير لهم الدرس، جبرتهم حجر محطاطي. خرجت على المدير كان غضبان المدير، قلت له السيد كذا، قال لي عاودي اسمح لي هذا ما نجيبش نهضر معاك. قلت له قال لي لانه عنده الاجازه. وانا تعجبت كيفاش عنده الاجازه وما تهضرش معاه. رجعني لك شيء على نفسي كي الرصاصة. قلت انت في خاطري، انت مدير المدرسه وتحتار المعلم وكتهابي المعلم اللي عندنا نزل، وانا مفتش كاع كنفتش المعلم وما عندي الشهاده الابتدائيه. اذا رجعني لك شرع نفسي كان في الديريكت نتصل الله تعالى يجيب لي. اصبحت اتصلت بالجامعه، ما نعرفش الجامعه واش كاينه ولا ما كايناش، وتسجلت في الجامعه المحمديه في 1982. ووقع لي مشاكل، ذاك الدكتور اللي كانت ملعبي رفضني لانه كان كنت مفتش الناظور، كنت مفتش وجدان الناظور، كان عادي يقلب الناظور كله وجدان كله قبل ما تقسم، وعافني برجلي ورفضني، وبقيت نقرا الفاس نمشي كل اسبوع باسبوع حتى ديت الكفاءه في الحقوق فاس، وشاركت في الاجازه. الله تعالى يسر واحد الاستاذ اتصلت به هنا كان يقرر هنا، كنت نقرا هنا في وجده ونفوت في فاس. شكون هذا؟ هذا الاستاذ الاسم ديالو هو من الخميسات، كان يقرر لنا القانون الدستوري. على كل حال الاسم ديالو مش عليا، ما عرفتش ما راه باقي هنا. الحادثه ديال الزياره ديالك التفتيشيه في بركان هي اللي هي الاسباب شعلت فيها العافيه، ما كنتش عارف هذا الشيء، كنت جاي وقت الله تعالى يسر. هذاك الاستاذ وقف معايا حتى العامل اللي كان رفضني لها الاول تراجع عن الوقت ديالو. شكون العامل دخل؟ العامل من الناظور راه ما بقاش، وقعت له مشاكل قلعوه. هذا العامل
العميد هو اللي قلت لك اللي فتشت في الناظور وجبرته قاتل الدراري مفرشوا لهم الحصيره البقاري بلعهم ولا باعهم ولا كتبتوا التقرير مفلس من يوصل الوزاره طردوه مشى لفرنسا يخدم بقى يخدم عامل هكا العاديه مشى لفرنسا ثم اصحابه تقول بان انت كنت معلم دراسك رجع الدراسه ديالو في فرنسا الباكالوريا فرنسا من تم انت توغل الاتحاد السوفيتي ودار الدكتوراه لو تعرف ما الدكتوره تاع الاتحاد السوفيتي اذا جا هنا المغرب المغرب في حاجه عينوه مباشره في عميد الجامعه وعرفني برجلي وما عرف هذا السجن ولكن الله تعالى يستر عمر بعد ما دخل الاستاذ هذا ودار مع اللي معاه معاه معيد مشيت دخلت عنده قال لي راه حكي عليك الاستاذ وكذا قال لي ودي راجل كبير ونشارك ونتكلم ويحدث كذا قال لي غادي قبل نسجلك في السنه الاولى من الكفاءه وانا راني في السنه الثانيه من التعليم العالي وكان مع الاسف لما اعود من صحاب السلك الثاني الكفاءه خطوها في الدنيا الان انا السلك الثاني من السلك العالي خلوهم من عيالك هذا قلت له بهذا التعبير هكذا قلت له جدودك وجدودي قالوا اذا بلعت الانسان النوافذ ديالك الله تعالى كيحل له الابواب قلت له انتم بلعتوا لي في وجهي والله تعالى حل قال لي وين قلت له في فاس ودار المهراز وهنا قال لي واحد الكلمه هذه قلت له واحد الكلمه لاني دخلت وقحت معاه قلت له ومع هذا الفضل يرجع لكم انتم لا قلت له لو انكم النهار الاول سجلتوا لي مشاكل سجلتوا لي كذا كذا كنت ترخيت وتزهجت ولكن هذاك الغناء هو اللي كان الفضل يرجع لي انما اللي كان تعسف عليه كثير وهو انكم انتم تطبخون الطعام بهذا التعبير انتم تطبخون الطعام والفاس ياكلون وفي فاس ياكلون خلوا شنو التعبير هذا قلت له هو كما تسمع قلت له انا كنقرا عندكم هنا ولكن النجاح كيتسجل في فاس ماشي ليكم انتم اذا بالخير دابا نجح في فاس ماشي نجح في وجده قال لي هو دير تحت هو تحت وعطيت له هذيك الورقه ديال الدراسه تاع فاس وصفتهم اتصلوا بيا سجلوا لي في فاس ردوا لي رجعوا لي وجده اذا الاجازه ديتها في وجده